السلام عليكم يا جماعه، نلعب لعبه روبلوكس بروك هافن النهارده يا جماعه. هنلعب بروك هافن و هنقعد نسرع البنوك ونعمل اللي احنا عايزينه في اللعبه. معرفش ليه الدنيا مطرت اول مره تنطر في بروك هافن اصلا. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للإشعارات عشان بيساعدني في الاستمرار. بقالي تقريبا شهر ماشي بنزل فيديوهات مشغول وكل حاجة هي كده. النهاردة يا جماعة لما قلنا نلعب بروك هافن ونزرع البلوك ولا نزرع البلوك تجبري تاني نراوي بين كده العربية سرعا سريعا اهو على كل هنا ونعمل في البيب وما عرفش ليه ما بعرفش اشيل العربية كويس. بس ارجع لورا ارجع و ندخل على البتاع البلد بنك مش ثانية ثانية نحتاج حاجة الموبايل عشان يبقى حد يجي ينقذنا أو يرمينا أي حاجة. فلوس مش هنحتاجها، أسلحة هنحتاجها أكيد أكيد يعني. يلا بينا ندخل وقنابل قنبلة قنبلة هندخل نفتح القنبلة في ده نحط قنبلة. يلا مش عارفة ان شاء الله بس المكان أول هنبقى موت. أوريكم حاجة بس اشتريها سرعا سرعا. بس لما أشيل النضارة أنا النضارة أهي لما أشيلها أظن إن أنا عندي عين لما شغلها من اول من جديد. الكارت بتاعنا كده هجيبه ارمي الموبايل خد انت الكارت عشان ابقى في الباب ما ينفعش انزل الباب في التخطيط الجديد. شخصيتي في اللعبة اللي عاوز الاسم يعني اللي عاوز الاسم ثانية اللي عاوز الاسم اهو اديله سكرين شوت اي حاجة وياريت تبقى تقولي في التعليقات عشان ما بقبلش اي حد. و الحمام انا مشتري اصلا مأجر البيت فالبيت التاني مأجره ممكن ابيع البيت ده. انا هبيع البيت ده رخم اوي. ثانية هبيعه ثانية عشان مكان البيت شكرا. مبقاش بتاعي ادخل على بيت بشر ايه ده محدش يعني في اي مثلا 100 واحد في اللعبة ومحدش فيهم لسه اشترى بيت عشان يحميني من المطر.
دخل عندي مخرج سر وعندي كده عندي تيم هنجيه كده بالمطر. وأول مرة أصلا ألاقي المطر في اللعبة. أهي المكان عندي جراج والحمام ثانية عارف ان ده مقرف شوية بس ماشي. هنا انام عندي اربع سراير زي الثانية ست سراير ودفاية وكوزي هتقعد هنا كده لا هنا عادي لو ملبستش زيه نشغل اللون الاخضر كده واقفل دي لا لا خليك مشغل اللون الاخضر. طب نجرب الاحمر لون الشر مع انه شكله احمر خالص شكله بينك. طب ابيض طبيعي اخضر جرب خدي كل اخضر خلاص جولة كده في البيت العملية. طبعا الكل ينزل مصر سري اهو مش عارف الكاميرا ودي مش الصوت الحقيقية هوريكم وده صحيح. انا اخر الباب خش يا معلم اقفل الباب وراك بس الناس هنا ده مود جديد يعني الناس هنا قاعدة تستخبى محتاج انا عربية تحميني من المطر محتاج عربية ادي عربية كده تكون وراء عربية الشرطة رزبين عربية مدرعة عشان كده هتحميني من المطر بشكل الأربعة مدرعة جدا يعني لو جت عليها أي طلقة مش هيستفاد. وأخيرا ده المكان الرائع جديد وتم تفعيل الجليتش بتاع النهار والليل بتاع المطر مع فوت جليتشات الجليتش ان انت كده ان انت يعني لمحة غريبة دي كير شكرا احنا حرامية وما لناش دعوة بالكير. طبعا ده اي كلام احنا مش حرامية في الحقيقة احنا حرامية في اللعبة وكل عارف كده طبعا. دول صغيرين بس ماشي اجري يا مجدي بسرعة يا مجدي بصراحة يعني قررت ان احنا نلعب لعبة تانية غير بروك هافن لان بصراحة زهقت والفيديو كده هيطول بس ما فيش مشكلة. اللي عاوز يضيفني روبلوكس الاسم اهو سجله من على اي حاجة وشخصية زي ما انت شايف اهي روعة مش مشكلة بس يلا ثانية بص احنا نلعب فورتنايت عشان كده فورتنايت بس في روبلوكس بقالي زمن الزمن ملعبتهاش بقالي سنتين ملعبتهاش من اولها كده يلا لا انا سامع اوهام هنا تقدر تستخدم الار بي جي لا بلاش خد انت السنايبر عشان جامد جدا ناخد الروكت لانشر وده حلو احنا كده في الامان. صراحة لسه بتعلم اللعبة بس مفيش مشكلة هنبني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا
يوم عكسين العملية. هنعمل كده مثلا. لا حبيبي هنعمل كده يا حبيبي. لا متخش ايكي خسرني كل الاسلحة الله يسامحك. كروسبو ده جامد بس حد كان هيفنشني دلوقتي. العيال كانت هتفنشني. خد الار بيجي خد ده جامد. فهمت عنه ان هو جامد جدا. يلا بينا اهو ده بقى ار بي جي مع سنايبر. لا ده مسدس اسف مش ده الصح. ايوه هو ده بس بقى سيب البتاع واقعد ابني ابني لفوق وبعدين هنعمل حاجة. هو قعد جدراني الله يسامحك كتير عشان ابني هو مش كتير قوي هو دقيقتين بس ماشي. ما تقوليش هتفجرني انت بالار بي جي عشان مش ناقصك اصلا. الناس هتفجرني مش قادرة. كان في واحد باني نجي في مكان اسطوري المكان المبني اللي هناك. الراجل اللي هناك ده مش عارف عشان هو برضو عيني نأجل الأسلحة. كلنا عارفين الروبوت لانشر وال تريد انت الروبوت لانشر كده بتاعك ايه يا عم وهكر شكله هكر اما نكسر له ارضه. خد هنا ارضنا واحد فوق ونقوم قاتلين واحده واحده بلع نود واحد الشكل الله يرحمه. الروكت لانشر بلع لعيب والله انا كان معاه الروكت لانشر وما جبتوش مستحيله يعني الاي ار مش محتاج سنايبر كده بقى نحتاج يبقى يلا عشان نجيب الروكت لانشر كده. تفهموني دلوقتي لما اقول ليه هنحط ارض تحت. تفهموني لما اقول ليه هنحط ارض تحت. بصوا كده هنكسر ده حلو. هتقولي لي هيكشفوك. لا يا حبيبي مش وانا محدش يعرف يكشفني عشان جامد. لو يكشفني بقى يبقى لعيب لعيب بقى. ولا محدش يعرف يكشفني اصلا عشان جامد لعيب. انا جامد جدار هعمل انا كل صح يعني اللعبة. ابلع الواد ده جامد الواد ده جامد بلعته
واحد بلع، انا بلعت واحد وفي واحد بلعني. الواد ده روبن ده روبن ده حريني حريني منين بالحق. واحد جابني غدرة من هنا من عليه. عارف ان الفيديو عارف ان الفيديو قصير، لكن سلام وحط شير. نسيت اقول لك في اول فيديو حط شير و Wait.